يعني انا خليني اسمع منها، هي الفنانه القديره الجميله رجاء حسين اللي معانا على التليفون دلوقتي. اهلا بحضرتك يا استاذه رجاء. اهلا بيك يا حبيبتي، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ واحنا بنحبك، وسيبك من السوشيال ميديا وكل المواقع دي، لان بجد احنا بنحب حضرتك وبنقدر حضرتك تقدير كبير جدا. ربنا يخليك. وهو لمجرد المدافع عني انا بحس ان انتوا اهلي، وان انتوا فعلا الناس اللي عارفين ربنا. اه واضح ان الخط للاسف فصل. احنا هنحاول نكلم حضرتك تاني. المكالمه معانا. اه طب اتفضلي. اتفضلي. يعني انا 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 عارفه، وانا اقسم بالله ما عمري ما عملتها يا بنتي. انا ما اعرفش البس فستان سواريه، انا بروح ادخل مناسبه لابسه بدله يا لابسه تيير، ما اقدرش، ما اعرفش البسه يا بنتي، ما اعرفش البسه لاني ما اتعودتش عليه، لدرجة انهم بيقولوا عليا ان انا فلاحة فلاحة فلاحة. انا فلاحة، احنا كلنا فلاحين. لا والله بكلمك بجد، يعني انا فوجئت بالصورة، فوجئت بالناس بتكلمني ايه يا مدام رجاء اللي انت عم لحقت تعملني، واعمله بعد ايه؟ بعد وفاة ابني، بعد سنة دي، بعد ربنا في الدنيا. هل هذا معقول ان انا ست عاقلة طول عمري من سنة 55 لغاية دلوقتي يا بنتي؟ هل انا اتجننت في عقلي عشان اعمله؟ طب حضرتك عرفتي مين اللي في الصوره دي؟ يعني حضرتك عرفتي مين اللي في الصوره دي؟ تواصلتي مثلا مع الفنانه بوسي قلت لها مين دي؟ والله ما اعرفها، والله ما اعرفها، والله يا بنتي ما اعرفها، ولا اعرف بوسي، اسالوهم، ولا اعرف بوسي. دي رجاء حسين، دي رجاء حسين، دي اللي منوره الشاشه كلها ومنوره الدنيا كلها، الفنانه القديره الجميله رجاء حسين. طبعا ده أولا كان في مهرجان السينما مصداقا لكلامي. أوه. وأنا واخدة جايزة. شوفي رايحة لابسة تاير، لابسة بنطلون أسود وجاكيت أبيض أهو. والله يا بنتي احنا فعلا أنا لا يمكن، اتخضينا من الصورة، لقينا كل موقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الفيسبوك الفنانة رجاء حسين. أنا بطلب طلب بقى من الناس اللي على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك، يا جماعة تأكدوا. حضرتك عندك اكونت على الفيسبوك يا استاذه رجاء؟ لا ما عندكيش. ولا عندي تويتر ولا عندي الحاجات دي، ولا ليا، ولا اعرف امسكهم ولا اعرف اتواصل مع اي حد. طب كلمه بقى للناس اللي بتقعد على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمه يعني من حضرتك ليهم. يعني انا بقول لهم ارحمونا ربنا يخليكم، مش بعد كبرنا كده وبعد ما ادينا للمجتمع اشياء حلوه، وبالذات يعني اللي عندهم سيره حلوه وانهم محافظين على نفسهم، تبهدلوهم في اواخر ايامهم كده، اطلبوا لنا الرحمه. يعني بلاش تطلبوا لنا التهزيق ده، يعني حرام عليكم، توخوا الحذر. يعني ارجوكوا استوثقوا من المواضيع دي، مش كل من هب ودب قاعد يعن له شيء ما يعمله. عيب تشويه الناس يا جماعه. صح. احنا الاخلاق بتاعتنا فين؟ العادات والتقاليد بتاعتنا فين؟ احنا اصبحنا فين؟ والنبي من فضلك انا بوجه كلمه لجميع الدول العربيه اللي ازرتني وكلمتني وبعتت لي الكلام العظيم ده، انا بشكرهم، يعني انا بشكرهم من يا استاذه رجاء. حضرتك قيمه وقامه كبيره جدا يا بنتي بجد. اللي ما عملته ربنا يخليكي ويبارك. طيب انا خليني بقى يعني على الهوا بقى كده، هو بدبس حضرتك على الهوا ان شاء الله الاسبوع الجاي، حضرتك هتكوني ان شاء الله في ضيافه عسل ابيض زي ما وعدتي فريق الاعداد بتاعنا. والله العظيم هكون عندك يا عسل ابيض من حبيبتي يا استاذه رجاء. وحياه ربنا يخليكي. والله انت عسل ابيض بجد، حتى شوفي شوفي نفسك وانت تعرفي ان كده. طب حضرتك قدامك تلفزيون صح؟ انا شو ايه رايك في الصوره دي؟ جميل. شوفي ده كنت بتكرم في الاقصر. اتفضلي يا ستي، ادي شكل رجاء. رجاء هي دي رجاء حسين على فكره، اقسم بالله لو جبت مارلين مونرو جنبي دلوقتي انا بقول للناس وانا كده انا احلى منها وانا اجمل. انت قمر ويعني بنحبك بجد، مصر كلها والوطن العربي بجد بجد بيحبوكي، ومطلب جماهير ان حضرتك ان شاء الله تكوني هنا معانا في عسل ابيض الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يا استاذه. انا تحت امرك تأمريني. اشكرك حبيبتي. اشكرك اشكرك. ربنا يخليكي جدا للقناه العظيمه دي. اشكرك. وللعسل الابيض اللي فيها دي. يا حبيبه قلبي. طيب بعد ما تقفلي كملي معانا، لان احنا عاملين لحضرتك هديه كده بسيطه لحضرتك. حاضر يا حبيبتي. بشكرك شكرا جزيلا الفنانه القديره رجاء حسين. بشكرك.